الأستاذ عبد الله الشريف اليوتيوبر الأشهر. أستاذ عبد الله مساء الخير. مساء الخير أستاذ محمد، أهلا بك وأهلا بضيوفك وضيوفك، يا أهلا بمشاهديك. معلش يا جملة محفوظة، عارف ضيوفك دي جملة محفوظة. أهلا بك وتحياتي ليك وللسادة المشاهدين ولحضرتك. أنا برضو قلت جملة محفوظة. أستاذ عبد الله قول لي بقى، السوشيال ميديا بقاله يومين بينتفض، لأي حد السوشيال ميديا أصبح الرهان الصعب في الشارع يعني، أو بيأثر على الشارع يعني؟ السوشيال ميديا استاذ محمد هي المفاجاه للطغاة والديكتاتوريات الحديثه، اصلا ما كانتش عامله حسابها. يعني لو تشوف عهد عبد الناصر او السادات او حتى لغايه اواخر عهد مبارك، ما كانش حد عامل حساب الديكتاتوريات دي، وكله كان بيسيطر على الاعلام الحكومي اللي كان موجه طبعا، وحتى الان ما زال موجه. وانت شفت السيسي لغايه النهارده كل القنوات الفضائيه والارضيه والخاصه والعامه التي تبث من مصر وخارج مصر وتعرض على الشاشات المصريه والعربيه عموما، كلها تم شرائها وتم تذليلها. السوشيال ميديا هي البعبع اللي طلع لمبارك يوم 25 يناير ونزل الناس في الشوارع، السوشيال ميديا هي اللي نزلت الناس للسيسي في سبتمبر اللي فات، السوشيال ميديا هي البعبع ان شاء الله اللي اليومين دول خرج. انا بكلم حضرتك وقاعد متابع تويتر اهو على السوشيال ميديا، وشايف الناس في اسكندريه بلدي وهي في الشارع بتقول للطاغيه مش عايزينك، نفس الكلام والهاشتاج اللي كان موجود من يومين النهارده بيتحقق على الارض، وطلع من كونه هاشتاج اتحقق فعلا وبقى على الارض، والناس بتصرخ بعلو حسها في الشارع وبتقول للسيسي مش عايزينك. منين الكلام ده؟ جالهم من عند احمد موسى ولا من عمرو اديب؟ ما هو جالهم من السوشيال ميديا. السوشيال ميديا ان شاء الله هي المستقبل وهي الاعلام الجديد. بس معلش يعني هناك اراء بتقول انه يعني انت قاعد بره او غيرك او احنا يعني قاعدين بره وهنحرك الناس جوه. انسى الوهم ده، يعني طلع احد الاشخاص اللي بقى شبه، عارف اسمه ايه ده؟ اشرف السعد. انت عارف اشرف السعد؟ اشرف السعد بقى له نموذج جديد، الابديت بتاعه، عارف الابديت بتاعه؟ ما تعرفش الابديت؟ ما تعرفش الابديت بتاع اشرف السعد؟ شخصية جديدة تقصد ولا اشرف السعد نفسه؟ لا، هو كان في اشرف السعد القديم اللي انت عارفه ده، اللي حبيب العدل خد مراته وخدوا فلوسه وبتاع. في بقى في ابديت منه بقى، عارف الابديت منه مين؟ مين؟ وائل غنيم. ما هو ده النموذج الجديد بتاع اشرف السعد، يعني ده اشرف السعد الصغير. خليني اسالك، بيقول لك انتوا قاعدين بره وهتحركوا الناس، انسوا الوهم ده وانسوا القصه دي. الى اي مدى الكلام ده ممكن يكون واقعي؟ شوف، بعيدا عن شخصيه الشخص ده، انا ما بحبش اذكر اسمه اصلا ولا اعلق على اي حاجه. لا، سميه اشرف السعد الجديد بس. انا ايا كان هو عموما الناس اللي بتقول انتوا قاعدين بره وبتحركوا الناس، انا بتكلم عن نفسي، انا واحد من الناس ما لا دعيت الناس من 2014، من يوم ما خرجت من مصر ما دعيتش الناس للنزول، ولكن بنقل الناس حقائق. الحقائق دي هي اللي بتنزل الشارع. انا ما بقولش للناس انزلوا، ولكن الناس لما بتشوف هدم وبتشوف تخريب وبتشوف قتل وبتشوف اعتقال وبتشوف ناس بتموت في المعتقلات، كل يوم خبر يومي عن ناس بتموت في المعتقلات، الناس بتتحرك والناس بتنزل. الناس اللي نزلت في الشارع النهارده وقالت للشرطه وقالت الداخلية لا، أو قالت في وشهم مش عايزينك يا سيسي، الناس دي محدش قال لهم انزلوا. مين قال للناس دي تنزل النهاردة؟ محدش قال. انت بقى بتقول لي تعالى، انت بتعارض من بره، تعالى في مصر وعارض. في مصر معارض؟ مصر كلها بطولها وعرضها فيها معارض واحد يا استاذ محمد؟ في واحد يقدر يقول لا بلاش لا؟ في واحد يقدر يقضي رايه بلاش يكون معارض، خليه من المقربين لهذا الطاغيه، يقدر يقول رايه بس حتى كده او يبدي عليه اي تعليق؟ ده اللي بينجح في عهده، والناس اللي بتبقى ليها صوت وبتبقى ليها شعبيه بيطير. تقدر تقول لي اسم النهارده مميز جنب اسم السيسي في مصر؟ تعرف اسم وزير الدفاع؟ اسال الشعب المصري وزير الدفاع اسمه ايه؟ اسال الشعب المصري وزير الداخليه اسمه ايه؟ قتل كل ده، ما خلاش حد من الموجودين معروف ولا ليه اي شعبيه ولا ليه اي اثر او اي وجود. تقول لي معارض ومعارض يقول للناس تنزل ومن جوه مصر؟ هذا ضرب من ضروب الجنون صراحه. طيب، بالمناسبه بتاعه المعارض دي، على فكره عاجل يعني، قوات الامن المصريه القت القبض على الاستاذ المفكر او الكاتب والمفكر السياسي امين المهدي من منزله بالاسكندريه. امين المهدي هو حفيد أمين بيه المهدي، وكل اللي زي حالاتنا اللي درسوا تاريخ فن أو المزيكا في مصر عارفين مين هو أمين بيه المهدي، اللي كان عنده سرايا في باب الخلق، وكانت السرايا دي مقصد لرياض السنباطي في عز ما كان السيسي جدوده جعانين، كان أمين المهدي جده عنده سرايا في باب الخلق.
تعليقك يا استاذ عبد الله على اعتقال الكاتب والمفكر السياسي امين المهدي واسكندراني من اسكندريه عندكم؟ ايوه طبعا عارف ان اسكندراني. احنا عندنا شويه حاجات كده كوبي بيست الدكتاتوريات بتاخدها تطبقها على مدى العصور. السادات انا هتكلم في الحلقه ان شاء الله بتاعت بكره عن تظاهرات 17 و18 18 و19 يناير 77 السادات. لما حصلت التظاهرات دي يوم 18 لما الناس نزلت ايه اللي حصل؟ خلى الناس روحت بالليل الفجر كانت امن الدوله مغرقه الشوارع، اخذت الناس والرؤوس اللي بتحرك الشارع اخذوها من بيوتها علشان يقولوا للناس تاني يوم قبضنا لكم على الناس المخربين اللي كانوا عاوزين يخربوا البلد. الناس صحت الصبح لقوا الناس دي اتقبض عليها، الشارع هاج اكتر. هو مفكر كده يناير؟ هو مبارك عمل ايه في يناير 25 يناير؟ مش راح قبض على قيادات الاخوان ورماهم في السجن وقال لك هم دول المخربين؟ تاني يوم الصبح لقى الشعب المصري في الشارع. هم عندهم شويه حاجات كده من المسلمات، عندنا النهارده مظاهرات يبقى لازم يبقى في اعتقالات عشان نخوف الناس ان هي تنزل بكره. هنعتقل مين؟ هنعتقل المفكرين، الساسه، الناس المؤثرين، الناس اللي عندهم يعني تقدر تقول شعبيه، الناس اللي ممكن تقدر تحرك الشارع، بيقدر ان هو لو سيطر من وجهه نظره، هو لو سيطر على دول، لكن ما يعرفش ان الشارع خلاص انطلق. اللي انا شفته النهارده في اسكندريه ده ما كانش ممكن يحصل من اسبوع فات، ولكن لما جه على الناس على بيوتها، هو جه على اوتها والناس سكتت وعدت، جه على البنزين اللي بيتحركوا وبيروحوا ييجوا بيه والناس عدت، جه على الدولار اللي الاستيراد والتصدير كله بيه وكل السلع بتعلى وتوطى معاه والناس عدت، سواء بقى يقول لك يلا خلينا ناكل عيش في الديره، خلينا نمشي جنب الحيط، لكن تيجي تخبط على بيتي وتقول اطلع بره وترمي لي حاجتي في الشارع وتهد وتبني وتمشي، لا يا واكل قوتي انا وعلى موتي. فالنهارده الناس اللي وقفت في الشارع تصرخ بعلو حسها وتقول له مش عاوزينك يا سيسي، الناس دي فاض بيها، والناس دي اظنها ان شاء الله ستكون شراره لها ما بعدها. طيب خليني اسالك السؤال الثاني، ما قولك او تعليقك على اللي كتبته الاستاذه منى سيف اخت علاء عبد الفتاح؟ منسوب لحسابها كتبت كلام بتقول بتنتقد فيه الناس اللي بيدعوا الناس للنزول للشارع، وانه ده بيدفعهم للقتل والحبس، واللي بره قاعدين اهو بتقول السنه اللي فاتت لما دعا محمد علي للنزول قبضوا على الناس، قلت مش المفروض بني ادم يحمل جنون الدوله والبارانويا اللي مسيطره عليها، ولا تلطشهم وعنفهم الغير مبرر، ولا يحمل قرارات بني ادمين كبار قرروا ينزلوا، ده اللي قرروا ينزلوا من غضبهم، غير طبعا كم الناس اللي اتخذ عشوائي اللي هم في الاصل مسؤوليه الدوله. بس يا بني ادم يا عديم الاحساس، لما يبقى الدعوه بتاعتك السنه اللي فاتت عليها على حسها الدوله عملت اكبر حمله اعتقالات من كل المحافظات، واكبر حمله ترهيب للبني ادمين في الشارع وتفتيش موبايلاتهم ونواياهم، واكبر موجه قبض على اطفال شفناهم في حياتنا، وفي ناس محبوسين على حسها لحد دلوقتي، منين بتلاقي الاريحيه والبجاحه انك تدعو الناس للنزول تاني وانت هناك؟ تعليقك يا استاذ. ده كلام منى سيف؟ نعم ده كلام منى سيف؟ ده كلام منى سيف وحساب على موصف. على حساب الموثق تويتر مش كده؟ تمام، والله وجهة نظرها وهي حرة تقول اللي هي عايزة تقوله، ولكنها هي أكتر حد هي وإخواتها وأهلها اتكوب نار النظام ده وعارفين. أنا مش بدافع عن محمد علي ولا بقول اللي بيعمله محمد علي صح ولا غلط، كل واحد ليه وجهة نظره وهو حر، ولكن الناس اللي بتنزل سواء من دعوات محمد علي أو من دعوات غير محمد علي محدش بيسحبها من إيدها وبينزلها. أي نعم محمد علي بيدعو الناس للنزول، بيدعو الناس للتظاهرات، ولكنه برضه هو يعني ليه مرجعيته الراجل، يعني هو راجل مؤمن بده وبيحارب من اجله. فلما تطلع هي وتقول وتهاجم محمد علي وسايبه النظام، طب ايه رايها في النظام اللي الصوره وقفت او الارسال حصل في حاجه للاسف يا عبد الله. هيظبط وظبط. اتفضل يا عبد الله. الو ايوه سامعك اتفضل. لا هو كده مش سامعني. سامعك انا يا عبد الله، انت سامعني؟ الو لا هو مش سامعني. طيب هنتصل بيه تاني، لكن انا عايز اسال منى سيف وانا ارد على منى سيف لحد ما يظبطوا عبد الله. بس ماشي يا عبد منى. اوكي منى تمام. لحظه بس. اوكي تمام، غلط ما ندعوش الناس للتظاهر. اوكي عندك حق لانه بيقبضوا على الناس. تمام جدا. اوكي منى. اوكي تمام.
ولانه ده استهبال اوكي، ولان الشرطه بتقوم باكبر حمله ارهاب اوكي، ولان السيسي بيقبض على الناس تمام اوكي يا منى انا معاكي جدا، كل ده على فكره حقيقي. لكن انا هقول لك على حاجه منى، هي الناس اللي اتطردت من بيوتها وتهدد بيوتها دي نزلت في 20 سبتمبر؟ منى الرغيف اللي اتقص بقى قد كده نزل في 20 سبتمبر؟ منى تذكره المترو اللي غلت من جنيه ل 12 جنيه نزلت في 20 سبتمبر؟ منى الديون اللي زادها السيسي دلوقتي نزلت في 20 سبتمبر؟ منى الكباري اللي دخلت في بيوت الناس نزلت في 20 سبتمبر؟ بعد كده في ايه يا منى؟ هنفترض معاك يا منى ان الناس ما تنزلش، وهنقول للناس هنا من دلوقتي اوعى حد ينزل اوكي، ايوه بعد كده ايه بقى صوت؟ ايه اللي هيحصل؟ السيسي هيخفف القبضه بتاعته؟ السيسي هيرجع الناس اللي طردها؟ السيسي مش هيفرض ضرائب جديده؟ ايه يا منى طيب؟ يعني ايه الحل؟ من وجهه نظرك انت ايه الحل؟ رجع تاني يا عبد الله، استاذ عبد الله معلش الكلام بس اتقطع معاك، ممكن ناخد كان بس ليك رد على او تعليق على الاستاذه منى سيف. معايا يا استاذ عبد الله؟ فصل تاني للاسف. ايوه معاك يا محمد. اه سامعني. معلش اتفضل. طيب انا كنت وصلت معاك ان ده رايها، وهي هي واهلها اكتر ناس داقوا الويل من هذا النظام طبعًا. وهي لسه اصلا كانت خارجه من السجن، انا ما اعرفش اصلا ان هي خرجت من السجن الا منك دلوقتي، لان هي من اكتر الناس اللي اتكوت بنار، هي ما علقتش على النظام وعلقت على دعوات محمد علي، وده مستغرب الحقيقه، وانا اتفاجئت بيه منك دلوقتي. فده رايها وهي حره فيه تقول هي اللي عايزه تقوله، وانا مش هعلق عليه بكون ان محمد علي بيدعو الناس للنزول فاقول لمحمد علي انت غلط واسيب النظام. لا، انا دلوقتي مشكلتي مع النظام، مشكلتي مش مع محمد علي، لان محمد علي ما بيمسكش حد من ايده وبينزله الشارع، ولا انا ليا مصلحه ان محمد علي ينزل ولا ما ينزلش، او الناس تنزل ولا ما تنزلش. انا زي ما قلت لك من يوم ما خرجت من مصر ما دعيتش حد ان هو ينزل الشارع، ولكني بنقل للناس نبض الشارع. ولو الناس نزلت النهارده، كان من شويه كان في دعوات للنزول في رمسيس، فضلت مترقب، ولو الناس كانت نزلت كنت بثيت ده على السوشيال ميديا عندي ونقلته للناس، لان انا شغلتي اعلامي يوتيوبر ايا كان اسمي، انا شغلتي انقل الحقيقه للناس، مش شغلتي بقى لا انا ادعو لمظاهره ولا ان انا انتقد اللي بيدعو لمظاهره. على كل حال طب خليني اسالك سؤال بمناسبه كلامك الاخير ده، هل انت شايف ان الشارع المصري مهيأ دلوقتي للنزول مره تانية زي ما حصل من سنه، ولا يعني هيخاف ويقعد في البيت وما يقدرش ينزل؟ اثناء قراءتي اول امبارح وامبارح على الاحداث 18 و19 يناير بتاعت السادات، لم يسبق لها مثيل. يعني ما حدش اولا ما كانش فيه رأس دعت الناس للنزول، وما كانش فيه يعني احداث سابقه حصل ان الناس نزلت في الشارع وعملت مظاهرات بالشكل ده، ولا كان السادات متوقع، ولا اجهزه الامن، ولا الجيش، ولا كان اي حد عامل حساب السيناريو ده خالص. حصلت في يوم وليله، حصلت بالعكس مش في يوم وليله، حصلت صباح يوم 18 لما نزلت الاخبار في الجورنال، المعمال وقفوا عن الشغل وطلعوا قدام المصانع، الناس انضمت لهم، مشوا في الشارع، طلبت الجامعات ضموا، هوب بقت مظاهره واشتعلت والناس انطلقت. ان ما تقوليش انت شايف بقى الناس النهارده ممكن ولا مش ممكن، الشارع بيغلي من سنين، الشارع بيغلي من ايام رابعه والنهضه، وهم بيقولوا ان دول بس كانوا اخوان. طب ماشي يا عم اخوان، ادينا حبسنا اللي حبسناه، هجرنا اللي هجرناه، قتلنا لك اللي قتلناه، خلاص الاخوان خلصوا. مين بقى اللي النهارده بيغلي؟ المواطن المصري. الفيديوهات النهارده جايه لك من الصعيد، جايه لك من الارياف، جايه لك من اسكندريه، من القاهره، الناس كلها بتطلع وبتتكلم، بيصوروا ومش خايفين، بيضربوا على الداخليه طوب وحجاره، وبيقفوا في وش ظابط ولا اللواء بيقول له مش عايزينه. الناس ضجت وطلعت وطهقت خلاص ومش وفعلا مش عايزينه. هتقول لي الشارع بقى النهارده متهيئ ولا مش متهيئ؟ الشارع متهيئ من زمان، ولكن امتى الشارع هينطلق ده محدش يعرفه ولا حد يقدر يقدره. ولا وكل الناس المعلقين والمحللين السياسيين الموجودين على الساحه لو تسمع تحليلاتهم من 3 4 سنين كلها كانت خاطئه، لكن الشارع له راي ثاني بيفرض نفسه غصب عني وعنك وعن السامعين البعد المعيز اللي في مصر. بشكرك جدا يا استاذ عبد الله، وان شاء الله في انتظار الحلقه بتاعتك عن 18 و19 يناير. بشكرك جدا. أنا بأيد الأستاذ عبد الله في تعليقه أو ربطه عن أحداث 18 و19 يناير، اللي طبعًا في أجيال كتيرة ما حضرتش القصة دي. القصة كلها زي ما قال عبد الله شريف
لا كانت دعوات اخوان ولا كانت دعوات اي تيار اسلامي، وما كانش في تيار اسلامي وقتها موجود، كان تيار يساري اكبر. لكن الناس انطلقت الصبح في مظاهرات غير منتظمه بسبب قرارات اعلان رفع الدعم اللي عملها عبد المنعم القيسوني وقتها، لما اعلنت في الجرايد واتنشرت الصبح، خرجت الناس لوحدها من الساعه 8 الصبح في مظاهرات من مرسى مطروح الى اسوان، لدرجه ان السادات نفسه كان في استراحته في اسوان وقتها، الطياره جت خدته والورق طار على الارض وبدا يشوف الشارع من فوق او شوارع مصر، مدن مصر بتدخن. فاذا الشعب المصري انطلق تحت ضغط الاقتصاد. النهارده مصر مضغوطه تحت الاقتصاد برضه وتحت القرارات الغبيه. انا بس ليه رساله لمنى سيف، لما نسكت يا منى وما نقولش للناس، او يعني الناس ما تنزلش، لو الناس ما تنزلتش يا منى، تعتقدي في فرصه كام في الميه ان سناء سيف اختك، او يعني سناء وعلاء يطلعوا؟ يعني سناء اتاخدت بدون ما تنزل في مظاهرات 20 سبتمبر وما سمعتش كلام محمد علي او كلام اي حد بيدعو، يعني تفتكر يا منى بنسبه قد ايه سناء سيف اللي اتاخدت ظلم وهوان كده ممكن تطلع لما الناس تسكت ومحدش يفتح بقه؟ ادي امين المهدي يا منى اتقبض عليه وهيتعمل له قضايا، علاء اخوكي متبهدل بهدله ما شافهاش حد ومش عايز يتنازل. اعتقد انه ليكي راي نحترمه وما نقدرش نزايد عليكي، لكن اتصور انه الحقيقه الموقف اصعب من كده.